أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في الأردن. نهار اليوم سادت أجواء مستقرة في عموم مناطق المملكة، ارتفعت قليلا درجات الحرارة لكن سادت أجواء باردة بشكل عام خلال ساعات النهار. خلال ساعات الليل يتوقع أن تنخفض ليسود طقس شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية. توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة يسود طقس مستقر غالبا صافي 8 درجات مئوية، الملموسة 6، رطوبة مرتفعة والرياح تكون شرقية خفيفة السرعة. توقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية. المفرق طقس صافي 18-7، إربد 18-7 أيضا، جرش 18-9، وعجلون 16-6 درجات مئوية. بالنسبة للمنطقة الوسطى، الزرقاء 19-10، البلقاء 17-6، وعمان 16-7، مأدبة 18-7، والبحر الميت 24-15 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية، الكرك 17-7، الطفيلة 15-6، الشوبك 13-4، معان 16-6، والعقبة 25-15 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الأزرق 20-10، الصفاوي 19-8، وورويش 19-8 درجات مئوية أيضا مع طقس صافي بشكل عام. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.